السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الخير الخوت، كي صبحتوا؟ قاليني راه بان ليا بغزتكم صدعتكم، يمكن على ما كنظن فيديو مور فيديو راه صدعتكم. بعدا كي دايرين بخير عليكم؟ كلشي مزيان الاحوال، ما كاين ما يشوش والحمد لله. نتمنى نلقاكم صحة جيدة وجمعة مباركة الخوت، جمعة مباركة الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا وراحة البال. جينا يلاه جيت من الخدمة، مشيت خلصنا الماء والضوء، خلصنا الماء والضوء وجيت ديريكتوم لهنايا إن شاء الله. حنا غادي نطلقوا الشنيبرات الذكورة، تبارك الله راه هما حاليا هادشي اللي عازلين هو هذا 17 ذكر، هزنا واحد 17 ذكر اللي عازلين من هذا. وما هادو الذكور ديال هاد الساعة نتمنوا فيهم الخير ان شاء الله. مازال كاين الخير، مازال كاين الخير. خصنا باش نتولعوا العام الجاي ان شاء الله، يعني راه ضروري خصنا العدد ان شاء الله نلعبوا بواحد 60 حمامه، ولا ان شاء الله شي 60 حمامه. دابا غادي نطلقوا الحميمات ان شاء الله يخرجوا يطيروا. حنا غادي نوقفوا الهاتف هنايا، ها ما غادي يخرجوا هما. ها خاص كلشي يخرج، علاش؟ كاين الشنابر باش كلشي يطير، كاين هنا الشنابر باش كلشي يطير. سير سير باش اوليدي، خرج خرج خرج، سير اوليدي سير، خرجو خرجو بابا، خرجو. شوف الحبيب، شوف هذا راه ما داكش ليه الطقطقه لانه باقي صغير الخوت هذا، تبارك الله. هذا راه ولد النتوى ديال اخوان طاطو، وتحيه الابطال اخوان طاطو، تحيه لهم من هذا المنبر. هذه راه بنت النتوى ديالهم مع واحد الذكر ديال بوعبيد الشتيوي، تبارك الله وليد في المستوى القزيبه، الديل عنده تبارك الله ستيلو، ستيلو كيف كيقولوا ستيلو، تبارك الله ستيلو. واحد الغراب، شوف الغراب ولد الحرام، الغراب كياكل البيض، ها هو غادي يمشي لنسيب الشجنه ديالو. شو هو هبط في لانطير، حنا غادي نزوميوه، ها هو هبط في لانطير كيف شفتو الغراب هبط في لانطير، حنا غنشوفو واش غادي يهبط عند النسيب ولا لا، لأنه كياكل البيض وياكل الوليدات هذا الغراب. شوف واش يهبط عند النسيب سعيد، واش يهبط عنده ولا لا، لأنه كيشوف الشجنة كيهود ود الحرام. هذاك خطير الغراب، الغراب راه خطير. شنيبرة طرا علاو تبارك الله، هادو هما باقيين هنايا، حيدو الزوم، هادو باقيين هنا تبارك الله، اللهم بارك. شنيبر ها هو، هاد شنيبر هذا راه باقي ما عمرو طار فوق السور، هاهما الحميمات، واحد هو طار، اللهم بارك وزيد فيها. الغراب راه هو زاد خلفه الغراب، شوف تبارك الله أول طيرة لهاد الشنيبر، هاد الزغيليل هذا، هاد الفريكيس اول طير عليه فوق سبوتنيك، اللهم بارك. وكيف قلنا الخوت من ناحيه الترسي ديال الشنابر، لان الحاجه اللي عرفت ما نقولوش اكتشفت، وانما عرفت بان الشنبور خاصو يولف لك لوكال اللي هو فيه، يعني هنا السطح يولف هنا باش يعرف هذه هي الدار ديالو، ابار الفوق ابار السما، حيت السما راه ما عنده ما يشد فيه. هذاك راه خطا كبير كيقول لك دير شماشه ولا هذا، كنهضر على الناس اللي عندهم الديور ملاصقين بحال عندي انايا، كيكونوا الديور ملاصقين وتيكون الديور بحال هكا تقول كيتشابهوا، هذاك مشكل لينا. وكاينين عدد ديال الحميميه، اللهم الحميمات كيولفوا السطح هو الاول لتحت، اي بوي كيطيروا فوق الشجنه ويهبطوا، حدهم كيطير هبطوا وليدات يهبطوا، هبطوا انت زيد زيد هبط انت ما نصبوش، سيرو خرجوا. كيف قلت لكم يولفوا بعدا السطح ديالهم، ومن بعد ما يولفوا السطح غادي يوليو يطيروا فوق الشجنه ويهبطوا، يطيروا ويتشمشوا، تتحس بهم راه ما ولفوا، يعني فوق الشجنه كيطيروا بوحدهم ويهبطوا بوحدهم، كيتشجنوا الخوت، كيتشجنوا الوليدات، حدهم كيتشجنوا، تيضرب واحد السيمانه كيقصحوا بحال هادو. دابا راه ماشي هما، دابا باقي ما طاروش او مقاصحين هاد ثلاثه الطوابه، واللهم بارك. هاد العام هذا خرج الطوابه بزيد، ماشي خرجت سبحان الله، يعني راه كل عام وكيفاش، كل عام ورزقوا. هاد العام رزقني الله الطوابه بزاف، هادي لاحظتها الطوابه رزقهم لي الله عز وجل بزاف، ونتمنوا الخير في هاد الطوابه هادو ان شاء الله. هذا خايف،
نتمنوا فيهم الخير والتيسير يا ربي امين. حنا غادي نعطيهم دابا ياكلوا ان شاء الله. حطوا لهم الاوكسي فيتامين لان كنديروا يومين ديال الاوكسي فيتامين. حطوا لهم الاوكسي فيتامين ان شاء الله. خاصني نهبط النعس بما ياكلوا وغادي نعطي للنتيوات حتى هما ياكلوا شنيبرات. احنا العدد غادي نقادو في العدد الخوت، غادي نقادو في الولاعة السلاح سلاح بحال كنوجدو السلاح. انما السلاح باش غنتولع انا ونولعكم معايا ان شاء الله ونفرحوا جميع، لا انا ولا نتوما، الجميع كلشي يفرح ان شاء الله. ويلي كاين دفلي فيه سيف ابيض، اه صافي صافي هو هذاك، ولا كيطير معاهم داك قشر الحوت هو اللي شفت في السماء. هذا مكان الحمد لله الامور هات غادا مزيانه، كيف قلنا الامور غادا مزيانه. باش ما نضيعش الوقت ناخذ الماكله نوكل هاد الشجنه هادي ديال برودكسيون نعطيهم ياكلوا ونعطيهم يشربوا. هادو راه باقي ما طاروش اللهم بارك، هذا راه باقي ما داكش ليه الطرطقه لانه ما مغصيش، ما بغيتش ندير الشنبور الطرطقه هو باقي ما مغصيش، لانه باقي ما مغصيش يقدر يمشي ويدي لي الطرطقه دايره 4 دريال اللهم يمشي بوحدو. انا الخوت الحميمات اللهم بارك الطرطقات كيف لاحظتوا راه واخد ديال الذكور واخد ديال الاناث، هما هادو راه اي حاجه كنتقاتل الخوت باش نديرها اي حاجه. اجي الاوكسي فيتامين حطينا اي حاجه كيف قلنا. ها اللي كناخد شنو هادشي، ها اللي كناخد الخوت هادو راه كنت خديت باكيه فيها 200 حبه ولا 200 حبه على ما كنظن، محسوبه ليا بحال تقول 100 حبه، لا 100 حبه 100 حبه ب 25 درهم. ولينا راه الطرطقات زوينين، هادو يديرهم نتيوات وهادو يديرهم الذكوره منهم الحمامه. نتوما هادي راه قديمه شو الطرطقه غليظه وزوينه، غليظه وزوينه او ميم طون الحمام. الحمام تيولفها الخوت كيف قلنا، الحمام تيولفها وبالنسبه عاوتاني لي باغ مانيتيك، فاش كدير لي باغ مانيتيك ما كتعركش، لي باغ مانيتيك ما كتعركش، يعني الحمام تيكون ديجا مولفها، مولف الوزن ديالها. حيت عقلت انا واحد العام ما كنتش دايره واحد الحمامه، فاش لصقت لي الباغ مانيتيك كتبقى غاده ولا يحرج ليها في السماء. بالنسبه للماكله هي هذه، نوكلوا الحميمات ديال البروديكسيون. هذه الماكله كيف قلنا هي قريبه تسالي ليا الخنيشه هذه اللهم بارك، وزيد في ذلك انا الخوت نوكلوا الحمام ديال البروديكسيون بعدا هو الاول ونشربوه ونتهناو منه، عاد نعطيو الحميمات الاخرين. الاخرين راه كنعطيهم الاوكسي فيتامين، هنا الاوكسي فيتامين ونوكلو حتى الشنيبرات وغادي نهبطو ان شاء الله. الا بغى الله نهبطو نعسو ان شاء الله. من بعد راكم عارفين اليوم الجمعه من الضروريات الواجب الديني، نمشيو نصليو الجمعه الله يقبل لينا والله يقبل ليكم والله يقبل الجميع، والله يهدينا والله يهديكم والله يهدي الجميع. ها الحميمه تما بداو يهبطوا، ها هما الشنيبرات بداو يهبطوا كيف لاحظتوا، ها هما بداو كيهبطوا اللهم بارك. ها العدد شويه بشويه الخوت غادي يتكون ان شاء الله باذن الله، كيف قلنا شويه بشويه غادي يتكون. بالنسبه لديك الصباغه حمراء غادي نحيد داك الكولور حمر ما كيعجبش، انا ما عجبنيش الاحمر غنبدلو ان شاء الله، نديرو شي كولور اخر ما غاديش نديرو الاحمر، نديرو شي كولور اخر ان شاء الله، نديرو الخضر ولا البنفسجي ولا القوقي، حتى القوقي راه قالو مزيان. هاهما الخوين كيدورو حتى القوقي قالو مزيان، حنا ما علينا ما نضيعوش الوقت الخوت بما يهبطوا هادو يدخلوا، ولا غادي نمشي نعطيهم ياكلوا باش اللي فيها الجوع هي اللي غادي تاكل، هي ساعة الربح نعطيهم ياكلوا بإذن الله بسم الله. هنا نعطيهم ياكلوا بسم الله على بركة الله، بسم الله على بركة الله، بسم الله على بركة الله، بسم الله على بركة الله. وتحية لخويا زهير
خويا زهير تحية ليه. خل قبلوا علينا الخوت الله يرحم الوالدين قبلوا علينا. نمشيو دابا نخليو هاد الحميمات هادو راه اللي كتهبط كتاكل كيف قلنا اللي كتهبط كتاكل. غندير لهم شويه في السبوتنيك على اساس باش الحمام هو اللي يهبط. دخل درنا لهم شويه في السبوتنيك تبارك الله الحميمات راه غاديين في الترسيات تبارك الله اللهم بارك راه غادي داكشي مزيان كيف قلنا راه غادي مزيان. نمشيو دابا نوكلو الخوت هادو نوكلو الحمام ديال البروديكسيون ان شاء الله باش نشوف فيه الجوع مسكين. شوفوا كي كيدير على الخوت يا بسم الله على بركة الله على بركة الله الخوت على بركة الله. نوكلو هادو بعدا نوكلو هادو هما الاولين فين ما مشيتي البزق الله الا فين ما مشيتي البزق عايشين مع البزق الحمد لله الله الا عايشين مع البزق بزاف. هادو نسيتهم هادو انا اللي كاين هادشي اللي كاين الخوت الحمد لله. حنا دابا وكلنا هادو غادي نرتاحو نفسيا. واحد القضيه داك الولد الخوت راه هو البيض هذا هو هاد الولد هذا اللي فيه الكحل بزاف هذا هو هذا اللي فيه الكحل بزاف. لاحظت واحد القضيه منين كندخل كيجي لعندي رجلي كيبقى يضرب فيا في رجلي هذا هو ما عرفتش علاش والله العظيم ما نكذب عليكم ديما كيزعم عليا وكيجي لعندي كيطلع ليا فوق رجلي وكيبقى يضرب كيضرب ليا في رجلي علاش الله اعلم. ومن تماك شنو قلت هاد الشنابير هذا بالاخص هذا ما نبيعوش وما نحيدوش نخلي ندا نشوف فيه لاني انا كيف كنقول لكم انا مولوع على الخوت ماشي نقدروا نقولوا غير الا جاب ربي الرزق راه ما كرهناش راه اي واحد راه تجيب واحد لاباس عليه تقول لي هكا 1000 اورو ما يقولكش لا حيت لا واخا لاباس عليه تقول لي هكا 2000 اورو ما يقولكش لا. يعني بنادم يعني ما كاينش اللي تيقول لا الخير ملي كيجي كيقول لك مرحبا. كيف كنقول لك انا ماشي صاحب حاجتي بان الحمام باغي على ود الديكلاراسيون ولا
الا جاب الله الديكلاراسيون ما كرهناش، وانما الولاعه في الدم بحال هاد الشنابير هذا ان شاء الله عقلوا عليه. هذا اللي فيه الكحل بزاف في الديل ديالو، هذا ما غنبيعوش ان شاء الله، لان حسيت به باغيني. واحد اللحظه هبط لي هنا فوق كتفي، واحد اللحظه هبط لي الخوت هنا كنغوت عباد الله غيسمعوني، واحد اللحظه هبط لي فوق كتفي، بديت كنشوف فيه بحالكم. ما كنتش كنصور ديك الساعه، بديت كنشوف فيه بحالكم، حسيت به بحال اللي تيبغي يقول لي شي حاجه. والله الا كذبت عليكم هاد الجمعه الله يغزيني في صحتي، هاد الصحه اللي تنكسب الا كذبت عليكم. حسيت به بشربو بحال الا تيبغي هو يقول لي شي حاجه. راه هما كاينين جوج ديال الخوت، واحد بيض كامل واحد فيه الكحل، هذا اللي فيه الكحل بوحدو. كندخل دابا كندخل كيجي لي رجلي وكيبقى يدير لي بحال هكا كيحك لي في رجلي، شنو بغى الله اعلم. انا قررت هذاك الشنبور هذا ان شاء الله ما نبيعوش، خنخليه نبقى نشوف فيه حتى يموت، فهمتيني حتى يموت. هادشي اللي كاين الخوت دابا، الحميمات هما كياكلوا الحمد لله، راه الامور كلها مزيانه، راه ما تزاد حتى شي وليد هذا الصباح، هذا باقي ما كاين والو. باقي ما كاين والو. الحمد لله راه الامور كيبغينا طيبه، الله يقوي الخير والله يعطينا الخير والله يعطينا مناش نفقوا، الله يعطيكم الخير. دابا الخوت نمشيو دابا نشربوا دوك الحميمات، نمشيو نشربوا ان شاء الله دوك الحميمات. وتحياتي لخوتنا وحبابنا أرض الوطن وخارج الوطن، كاع الناس اللي كيبغيونا تحية لهم من هذا المنبر، وجمعة مباركة تنقولها لكم من هذا اللفت هذا، من هاد الشجينة هذه، جمعة مباركة والله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والهنا، يا ربي آمين، قولوا آمين، يا ربي آمين، هادشي اللي كاين، وإن شاء الله راه الأمور غادا مزيانة، باقي لنا هنا واحد الجوليدات غادي نعزلوهم اللي ماشي دابا، باقي نوريهم لكم، هاهما باقيين صغيورين الخوت، هاهما هادو باقيين صغيورين. شوم باقيين صغيورين، هادو باقيين ما غيتعزلوش، هادو ان شاء الله قريب يتعزلو، يعني ما بقى والو، باقي لهم واحد اسبوع صحيح، فهمتيني اسبوع صحيح ان شاء الله، شي اسبوع صحيح. يلا الخوت نمشيو نعطيو الحميمات الاخرين يشربو، هادو مرا كياكلو وغادي نشربوهم حتى هما، يا وجمعة مباركة. الا بقيت كنغوت غادي يسمعوني الناس، ليش كنغوت غادي يسمعوني الناس. اللهم نهضر شويه، غنعطي لهاد الحميمات هادو يشربوا، وغادي نعطيهم كيف العاده، غنخلط لهم الاوكسي فيتامين. يلا خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. يلا الله يحفظكم. الحميمات غيكونوا كلاو، اما راه بانوا لي وقفوا الشوم، الخوت راه موقفوا، خاصهم دابا الماء. خليكم معنا نخدموا الشاشه الورائيه ان شاء الله. بالنسبه للمويه راه هي وجدات الخوت، حنا غادي نعطيهم دابا المويه ان شاء الله. ها انا الخوت خليكم معنا، حنا غنعطيهم المويه دابا. الو الخوت كيف كتلاحظوا، غير واحد النقيطة الخوت نشير ليها، كنهضر مع المبتدئين بالنسبة لهاد الوقيتات هادي ديال التفراخ والوقيتة ديال البدالة، راه كله شنو كيعطي الحمامو، راه كذب عليك كذاب اللي يقول لك كيعطي غير الماكلة والماء، راه كله شنو كيعطي الحمامو، يعني الريش راه ما غاديش يطلع الريش، حيت الحمامة ملي كتلقى حمامة كتزلق، كيف كنقولوا كتزلق، هذيك هي الحمامة الممتازة، الريش ديالها كتلقاه مزيد دهني، متفقين؟ وراه كل واحد كيف قلنا وشنو كيعطي، وديما يحاول الانسان يعطي طبيعي، يحاول ما امكن يعطي الطبيعي. بالنسبه لهذا الاوكسي فيتامين راه ماشي غادي تقول لي راه انتيبيوتيك ولا راه فيه يعني فيه الكيماوي بزاف ولا هادي،
راه بالنسبه لديك اوكسيتيتراسيكلين راه فيه نسبه قليله غير كتحافظنا على الجهاز التنفسي. وها انا معكم وان شاء الله حنا كنديروا تجربه في راسنا وما كاين حتى اشكال الخوت. حنا غادي نشوفوا حيت كتوصل شهر 9 بنادم كيبقى يدمع عليه الحمام، الموالع كيبقى يدمع عليهم الحمام. حنا غادي نشوفوا حنا واش الحمام غادي يتصاب لينا بالكوريزه بالدمعه اولا لا، يعني واش هاد اوكسي فيتامين واش خدامه اولا ما خداماش، فهمتيني؟ حيت الاغلبيه ديال الموالع في الوقيته ديال شهر 9 شهر 9 في الوقيته ديال البداله كيكون فيها داك الريش الرقيق وتكون فيها الغبره تيمرض ليهم الحمام. حنا غادي نشوفوا حمامنا واش غادي يمرض ولا ما غيمرضش. ها هو الطبيب بدا كيهشو، شوف تبارك الله، هو شوف شوف ها هو هذا يلاه تعزل، شوف تبارك الله راه هو شوف ها ولا ذكر هايش راه باقي كاع ما بدلش الريش، ولا كيهجا وجهي شوف ها ها تبارك الله شوف تبارك الله بدا كيهيج هاد واحد الحمامات فين كانوا هادو؟ ماشي بياسات هما عاد جايين، شي بياسات هما عاد جايين فين كانوا الله اعلم، والله العظيم الا شي بياسات هما عاد بانوا لي جايين فين كانوا. ها واو فين كان هذا؟ هذا فين كان الله اعلم، هذا شنو ما عرفت فين كان. الخوت ما نطولش عليكم، خليو الحمامات يهبطوا، نعطيو الحمام ديال البروديكسيون ياكل بما نخرجوش شنو بغا حتى هما، نعطيهم ياكلوا في الكولوار. هادو خاصهم يدخلوا، خاصهم يدخلوا باش ياكلوا حتى هما ماكلتهم. ها هو اللي كان طاير هو هذا التفيلي، هذا هو اللي يمكن اللي عزلنا البارحه وراه زدنا الخوت هنايا. دابا راه الشاشه غتبان لكم مزيانه، هاهي راه هي عند الذكور 16 باق احمر، زدنا واحد هي 17 عقلتوا عليها. نبقى نقيد هنا باش ما ننساش، والله ما يسير ولا تعسير. ها ما يدخلوا دابا ان شاء الله، دخل 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 او واحد دخل، غيدخلوا حتى هادو ان شاء الله خصهم يدخلوا. يلا دخل دخل دخل، ها الثاني دخل، زيد زيد، بقاو جوج بياسات، جوج بياسات اللي بقاو اللي عرفتو غادي يطلع، بقاو جوج بياسات. حنا نشربو الخوت البروديكسيون وحنا معاكم، خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. بالنسبه للذكور الخوت كلاو مزيان الحمد لله، راني حسبت هادو في 17 شنيبر، بالنسبه لهادو اللي باق البيغان حمر هم 17. غادي نطلقوا الاناث يخرجوا للكولوار تاهما ان شاء الله، يخرجوا ياكلوا تاهما، وغادي نخليهم هما يتشمشوا ان شاء الله، غادي يتشمشوا هنا في الكولوار. دخل 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 دخل. شوف شوف كاين اللي باغي يجي الماء، كاين اللي عطشان مسكين، ها انتوما ها كاين اللي عطشان كيجي يشرب هو الاول. بالنسبه للشنيبره تاهما على ما يرام الحمد لله. نخليهم دابا ياكلوا هنا ان شاء الله، وفي نفس الوقت نخليهم يتشمشوا، يعني ما غاديش نشجنهم. ها هي ديك الطوبيه العفريته اللي كنت قلت لكم عقلوا على السيري ديالها، عقلتوا عليها، راهي فوق هي اللي كتفرفر هذيك، راه ما عمرها طارت فوق الشجنه هذيك، خايف عليها والله الا خايف عليها. اخوها هو هذا على ما كنظن، هو طوبي الله اعلم، تنقول راني خايف عليهم وليني الله اعلم. دابا نخليو الحميمات هنا على خاطر ما نبرزطهمش ياكلوا. يلا الخوت نخليكم نمشيو نعسو حتى المور الظهر ان شاء الله، مور الجمعه، وديك الساعه نكمل معكم الفيديو ان شاء الله، وغادي نشوف واش غنطلق الشنيبره تيطيروا اولا لا. ان الى نشوف انا ودماغي شنو غايقول لي دماغي، الى قال لي اطلقهم راه غنطلقهم. بعد الحمد لله راه كنا والله العظيم كنحلف بالله اليوم الجمعه لا ملي كنوكلهم راه بحال وليداتي، عندي الوليدات اللي لتحت، البنيات اللي عندي لتحت، ملي كنوكلهم ولا كنفرحهم بشي حاجه، نجيب لهم شي حليوه ولا تنجيب لهم شي حاجه كنفرحهم كيفرحوا،
تنفرح والله العظيم، نحيدها من عندي ونعطيها لهم والله العظيم. وكذلك مثال هذا والله تنحيدها من عندي، انا نبقى بالجوع، ما نشريش ما نشري ما نتكسى ما ندير حتى شي حاجه، وليني نكسيهم هما بالماكله ديالهم، نكسيهم هما بالماكله ديالهم. والله يقدرنا عليهم هذا ما كان. يلا الخوت خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا حتى المرجم ان شاء الله، ونكملوا الفيديو. تحياتي لخوتنا وحبابنا الخوت، السلام عليكم ورحمه الله. حنا رجعنا لكم من جديد، دابا الساعه تشير الى الرابعه. كيف كتلاحظوا الحميمات راه خليناهم هنا كيتشمشوا، اللهم بارك وزيد في ذلك، والامور راه مزيانه لحد الساعه. نزيدوهم واحد شويه ديال الاكل، والاكل غادي نعطيهم عباره غير عن الشعير هو اللي غادي نعطيهم، باش كل مره شنو ياكلوا، مره شعير مره كل مره شنو كياكلوا. من هنا كنترقبوا نشوفوا الاحوال ديال الحمام كي داير. الحمد لله الامور طيبه، نقدموا لهم الشعير. ان شاء الله غادي نطلقوا غدا السبت باذن الله. غدا كيف العاده غنطويو شويه هاد الكولوار هذا، هنا غادي نطويو هاد الكولوار غدا ان شاء الله. عاوتاني الوقفه طاحت، عاوتاني الوقفه طاحت. الحمد لله كيف قلنا الخوت، ان شاء الله غدا الى كتاب غادي نطلق الشنيبرات باذن الله. غدا صباحا غادي نجي وغادي نطوي ان شاء الله، غادي نجي كيف نجي من العمل. الحمام باغي يشرب، غنعطيهم الاوكسي فيتامين الماء شربوا دوك جوج يطرو شربوها، حيدوا هادي باش غادي نعطيهم ان شاء الله الاوكسي فيتامين جديد. وتحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج الوطن، كاع الخوت اللي كيسولوا فينا، من الاخ البشير والاخ سمير وخويا جهاد وخويا زهير ديال بلجيكا، وكاع الموالع ديال بلجيكا. عندي الحمد لله والشكر لله، عندي المتتبعين بزاف من الديار البلجيكيه، بالضبط من هاد الدوله هادي. الحمد لله والشكر، كنشكر الله الحمد. عندي بزاف ديال المتتبعين من بلجيكا، وتحيه لجميع البلجيكيين، جميع المغاربة وجميع البلجيكيين وجميع المغاربة القاطنين في بلجيكا، وتحية للدول العربية كذلك، ومثال خوتنا وحبابنا في الدول العربية. والله المستعان. خويا فتح مخزومي وخويا البشير اللهم يسير، وتحية لجميع الموالع اللي كيبغيو الولاعة، كنهضر على الموالع اللي كيبغيو الولاعة. إيه واحد الشنبور هنا راكم تعقلوا عليه، اللي كان قلنا مضروب في جنحو، مبقيتش عرفت واش كيطير ولا ما كيطيرش ولا شنو وقع عليه، واش تعقلوا عليه. وليني فاش قلبت لي جنحو لقيت فيه واحد الكركوبه منفوخه، لقيت فيه كركوبه منفوخه بحال فيه الباراتيفوز، وليني ماشي الباراتيفوز، مضروب وتنفخات لي جنحو، تنفخات لي ما عرفتوش واش برا ولا ما براش، ونسيت عليه كاع والله العظيم. ها هو هذا، هو هذا على ما اظن، هو هذا. هو هذا، شوف راه هو غادي، هو هذا الدفني هذا، بغيت ندير عليه دراسه باش نعرفوا واش كيطير اولا ما كيطيرش. بالنسبه للحميمات ديال البروديكسيون زدناهم الماكله، زدناهم السبور. الحميمات راه هما هذوك ما زايده حتى حاجه، سبوتنيك راه خليتها محلوله، ربما تجي شي بياسه ديال المطلق، الحمد لله راه ما كاين والو. نخلطوا لهم الميه ديالهم الاوكسي فيتامين عاوتاني باذن الله، ونعطيهم يشربوا ان شاء الله الاوكسي فيتامين، اللهم يسير. اللهم بارك الخوت. الحمد لله داك البيضات راه غاديين وكيتفرخوا باذن الله، لان كلشي باذن الله. واليوم عاوتاني اليوم عاود الامام ديال المسجد شنو هضر على ذكر الله، والله العظيم مزيان الانسان يبدا يذكر الله،
غير بينو بين نفسه، راه ماشي تصوار ولا هذاك. الله كيعاقب اي واحد الا يذكر الله. واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا، اذكر الله غير قول الله اكبر، بسم الله بسم الله، اللهم بارك، اسم الله واسم الرسول، اسم الله بالاخص، اسم الله بديت تذكر بزاف. هذا ما كان كيف قلنا الخوت هنا، اللهم بارك، هما يلا خرجوا، اللهم بارك. كيف كتلاحظوا راهما يا جوج وليدات، يلا خرجوا دابا، يلا ها اليوم، اليوم خرجوا حتى هما يا ربي تبارك فيهم، والله يحفظكم، الله يحفظكم جميعا الخوت. والحمد لله والشكر لله، يعني راه الامور هذا طيبه، يعني كيف قلنا ما بقى والو، نسالي التفرخ باش نفرق هذا الشيء، لان هذا الشيء كياكل ليا الماكله بزاف. هنا استهلاك ديال الاكل، الحبوب كتستهلك، الحبوب كتستهلك بزاف. مال هذا كيف قلنا الحبوب عندي هنا كتستهلك بزاف، يعني كنحاول ما امكن نكمل دغيا التفراخ، حيدوا عليا دابا هادو. ان شاء الله باقي لهم غير الشراب، راه عطيتهم كلاو، باقي لهم غير الشراب ان شاء الله، ماشي الشراب طاسه طاسه والقرطاسه، الشراب الشراب يميها ان شاء الله. والله المستعان، والله المستعان الخوت. الامور الحمد لله راه مزيانه، وكيف كنقولوا هادو حتى ما خصهم يشربوا. وتحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج الوطن، كنحييهم خويا قاش ابو رباب والبطل ناصر الدويله من دوله الكويت حتى هو كذلك، ومثال كاع الناس اللي كيبغيونا ويحبونا، تحيه لهم من هذا المنبر. خويا امجد من مراكش، وما نساوش الاخ عبد الله ديال الكارنيت حتى هو، تحيه لخويا عبد الله كارنيت. خويا محمد من فرنسا، خويا فتاح مخزومي، البطل ناصر الدويله، وخويا امرح احمد، وتحيه لعائله طه ربيع، طه يسرى، طه والعائله الكريمه، تحيه لهم. خويا هشام من ايمين تانوت، وخويا سعد وعلاء الدين من تيفلت، وسيدي موح من تيفلت، والموالع ديال تيفلت كاملين، خويا الوظاف والاخوان كاع محبين هذا الحمام من مدينه تيفلت، هما تحيه لهم من هذا المنبر. وما نساوش خويا محمد كذلك، ومثال من الامارات، خويا جلال مكروم، خويا رضوان من فيرلندا كذلك ومثال، الا كان باقي متبعنا الاخ رضوان من فيرلندا ولد قنيطره، تحيه ليه هو وليد ديالو خالد، والاولاد ديالو وليداتو كاملين. هذا ما كان خويا ابراهيم بوفوس، الاخوان كاع اللي كيحبونا في الله، اننا نحبهم في الله، خويا عبد الصمد، والناس وخاي جهاد، والاخوان كاع اللي كيحبونا الخوت، باش ما نطولش. والله يرحم لكم الوالدين، وها انا ذا، وقولوا لي بالصحه راني قرعت، ماشي قرع دوز، غا طوندوز، هذا الطوندوز شاري طوندوز، وبنتي هي اللي العودي غادي نبقى نمشي نعطي 300 ولا 20 درهم للحلاق، اللهم كنجيب الطوندوز وندير هنا زيزوار ديال درهم، كفاك حز ليها، وانا الطوندوز ها انت اليز 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 يا اليز. يلا والسلام عليكم، الله يخلينا ديما اليز بالعربيه ماشي بالفرنسي، اليز بالعربيه ان شاء الله. والولاعه كيف كتلاحظوا راها غدا الحمد لله، شوف شوف الولاعه راه غدا مزيانه. انا الخوت اما الشنابر لو كيتواكلوا بعضياتهم، انا الخوت ها الشنابر لو كيتواكلوا بعضياتهم، الا لاحظتوا الشنابر ولاو كيتواكلوا بعضياتهم. كيف لحنا الشنابر ولاو كيتواكلوا بعضياتهم، ها انت هما ثلاثه ديال الشنابر كيتواكلوا بعضياتهم. الحمد لله، كيف قلنا الشنابر لو كيتواكلوا بعضياتهم، ثلاثة الشنابر. يلا اللهم بارك وزيد في ذلك، ونجينا وإياكم من المهالك، اللهم بارك وزد في ذلك، ونجينا وإياكم من المهالك، اللهم بارك وزد في ذلك، ونجينا وإياكم من المهالك. غدا إن شاء الله كيف قلنا ضروري راه الخوت
شفت واحد المولوع كبير. هادي كنهضر مع المبتدئين، يعني الناس اللي كتفهم وكتعرف ما كنهضرش معاها، اللي راسها عامر ما كنهضرش معاها. كيف قلنا مولوع كبير وفري، مولوع كبير وبطل كبير، وعنده حمام ديال التام، عنده الفلوس. هاد خينا هذا اللي كنهضروا عليه، هاد السيد ما نقولوش هاد خينا، هاد اخينا، حيت هاد خينا جايه من هاد اخينا، عنده الفلوس والله العظيم ما كاين يطويه. قال لي في الصيف وما كاينش في المغرب، هذا ما كاينش في المغرب والله العظيم الخوت، بالله الا بفمو قال لي ما كنيطويش بالصيف. قلت ليه بوركوا؟ قال لي لان في الصيف هاد البزق كيعطيهم المناعه، اللي قال هو على اللسان ديالو، قال لي في الصيف هاد البزق كيعطيهم المناعه، فهمتي؟ والله ما كاين يطوي وعنده الحمام. كنقول لكم عنده الحمام هاد السيد، عنده الفلوس وعنده الحمام ديال الفلوس. قال لي ما كنيطويش. يلا الخوت، ها انتم، ها هو، الى فيديو قادم بحول الله. وغدا انا معكم ان شاء الله، غدا السبت، غدا في الصباح غادي نطوي لهم هاد الكولوار، غادي راه اوبليجي لانهم كياكلوا هنا، هذا هو الصالون ديال الماكله ديالهم. الى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الغد باذن الله. راه اليوم الجمعه وجمعه مباركه، قلتها لكم في الصباح وغنقولها لكم دابا، جمعه مباركه الاخوان جميعا، من الاخ جهاد الى اخر العنقود، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنبان ولا ما كنبان؟ يلا. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.